أيها الشعب الليبي العظيم، إنه لمن دواعي سروري أن يكون حديثي معكم اليوم من قلب عاصمتنا طرابلس. يا الله يا الله، دمر حفتر واللي معاه. يا الله يا الله. تعرف لو الدنيا ما فيش ميليشيات هتشوف 50-100 ألف هنا يقولوا حفتر حفتر. ومع انتشار داعش في ليبيا سوف لن يستقر الأمر بأي شكل من الأشكال. شريعتنا المنار، إن إخوانكم في ليبيا يبشرونكم بإذن الله بنصر وفتوحات قريبة، وستكون هنا المنطلق إلى أوروبا بإذن الله. مصراتة جزء من ليبيا، مصراتة لم تكن أبدا ولن تكون يوم أيام خارج عن المجمع ليبيا. الآن التوجه واضح ومصراتة جزء من التوجه.